التعليق على بعض الأحداث العالمية والعلامات حتى 9 مايو 2017. مرة تانية الخدمة دي ليس لها أي هدف لا مضايقة بعض ولا أخوف حد من حاجة بتحصل ولا تحديد مواعيد معينة أو غيره. هدفها الوحيد بالنسبة لي هو أذكر ضعفي وحضراتكم باحتياجنا لحياة الرقص الروحية، استعدادنا لربنا يجي في أي وقت أو أي إنسان يسلم وديعته في أي وقت، أيضا استعدادنا في فترة الظلام اللي بتزيد، الظلمة اللي بتسبق مجيء الرب اللي بتزيد، وإحنا اللي أصبحنا نور العالم زي ما قال الرب يسوع المسيح بالفعل، وأقدر أقول في الزمن ده أكتر لأن العالم بيزداد ظلام. فمحتاجين نكون حقيقي نور العالم، ده الهدف الوحيد من الخدمة دي. أفكر حضراتكم بص العالم بيحصل إيه، بص العالم بيزداد ظلام إزاي، فمحتاجين إن احنا نكون في يقظة روحية، نخلي بالنا من اللي يحصل، نسهر على قلوبنا، يكون عندنا نور للعالم بالإيمان العامل، بالمحبة، بتنقية القلب، بثمار الخدمة. هو ده اللي أقصده. ربنا قال لنا على علامات كتيرة زي حروب، أخبار حروب وتهديد بحروب وزلازل عظيمة، ده يعني الأسبوع اللي فات كان مثال قوي جدا عليها، في أماكن زي ألاسكا وغيره، مجاعات، أوبئة، مخاوف، علامات عظيمة في السماء. ليه ربنا قال لنا كل العلامات دي كلها هتحصل حين إذ يبصرون ابن الإنسان أتين في سحابة بقوة ومجد كثير؟ واحد، عشان ما نخافش، في زمن العالم هيكون مرعوب من اللي بيحصل، خايفين من بكرة، فقال لنا الكلام ده عشان لا نرتاع. حاجة تانية، علشان نؤمن بالكتاب المقدس اللي سبق واخبرنا قبل الكلام ده ما يحصل، عشان لما يحصل قدام عينينا نقول فعلا الكتاب ده الكتاب النبوي الحقيقي، كلمة الله ووحي الله القدوس الحقيقي، وكل كلمة فيه صح بدليل اهو بيتحقق قدام عينينا، حاجات ذكرها انها هتحصل في نهاية الزمان. وايضا حاجة مهمة جدا وهي دي اللي بقول عليها الاساسية، في إنجيل لوقا 21 قال لنا متى ابتدأت، يعني مع بدايتها، تكتمل إمتى ملناش دعوة، في 7 أيام، في 7 سنين، في 700 سنة ملياش دعوة، لكن ربنا قال لنا لما تبتدي دي، لما تبتدي الحاجات اللي قالها لنا تحصل قدام عينينا، ترفع راسك لفوق، تلتفت للسماويات، لأن نجاتك تقترب. ليه؟ لأن ربنا عارف إن الزمان ده هيكون العالم بيتفنن إن يشغلك عن حياتك الروحية، يلهيك بحاجات، وزي ما كنا بنتكلم النهاردة بشيء من التفصيل، وأنا آسف إذا كان بالتطويل، في سفر الرؤيا إصحاح 12 من عدد 15 لـ 17، إزاي إنه الشيطان فعلا هيكون بيتفنن في هذا الزمان إن يخلي المؤمنين يتحملوا بنهر بعيد عن الهدف الروحي وبعيد عن الثبات الإيمان الحقيقي. علامات في السماء. يوم الحد اللي فات من يومين حصل 15 كرة نارية في مناطق مختلفة في العالم في يوم واحد، ده من سكاي نيوز. مش ده اللي قاله الكتاب المقدس نجوم السماء تتساقط، والكلمة اليوناني معناها الأجسام السماوية أو الأجسام الفضائية؟ تخيلوا حاليا إحصاء أن يوجد 1801 جسم فضائي بيهددوا الأرض، متخيلي؟ بقعة شمسية قوية يصفوها بأن الشمس بتغلي، The sun is boiling زي ما يقول الخبر من spaceweather.com. الطقس اللي فعلا كان متقلب هذا الأسبوع وكان مليان مصايب. إعصار قوي في تكساس دمر للأسف جزء كبير من كنيسة، بل وصل لدرجة إنه اقتلع حجارة، هو دمر مباني كتيرة ومنها كنيسة. والغريبة الإعصار ده مر على الكنيسة ودمرها ووقع حجارة الكنيسة، وكانوا فيه مسيحيين بيصلوا، 45 فرد، والإعصار ما مسش شعرة
من واحد من المسيحيين اللي كانوا موجودين جوه الكنيسه. متخيلين؟ ربنا اللي بيحافظ على اولاده في كل مكان. بص المنظر اللي شايف معايا الخبر، بص الحجاره، حيطان الكنيسه وقعت، سقف الكنيسه اتدمر، عفش الكنيسه اتكسر، اللي بيتكلم على حجاره صلبه. والمؤمنين اللي كانوا موجودين جوه، المسيحيين اللي كانوا بيصلوا باسم ربنا، مفيش شعره اتهزت منها. فيضانات تاريخيه تجتاح ثلاث ولايات، تغلق طرق، ومدينه سان لويس تنقطع عن ميسوري تماما، وده من ذا ويذر تشانل. بص المنظر، الفيضانات دي كانت مدينه، دلوقتي اصبحت بحيره. اسوأ فيضان يحصل في مقاطعه كيبك في كندا، ومحاولات انقاذ مستمره من الفيضان اللي غرق عده مدن، ده من سي تي في نيوز. المياه وصلت يعني للدور الاولاني، غرقته مئات بيئه بدون مباني. وكندا اضطرت ترسل، الاول ارسلت 400 جندي، بعد كده وصل ل 1200 جندي عشان تساعد موضوع كيبك في الفيضانات والكوارث اللي حصلت فيها. عاصفة توصف بأنها غير مسبوقة. هل الفيسبوك شغال أساتذة الأحباء؟ الصورة شغالة فيه؟ طيب، عاصفة غير مسبوقة من البرد الثلجي تصيب مدينة إيرانية في شمال غرب إيران. بصوا ده إيران اللي فيها الثلج ده كله، ده مش في ألاسكا ولا في مناطق المتجمدة، ده إيران وفي الصيف. حرائق قوية تسبب إخلاء مناطق كبيرة في جورجيا، ونص المنظر كل دي غابات مشتعلة. فيضان فجائي في كينيا قتل 18,000 من الأبقار. للأسف زي ما قال الكتاب المقدس، هتكون في مجاعات في أماكن بسبب الجفاف، مجاعات شديدة. فعلا ده حاصل في أفريقيا، في بعض المناطق في آسيا دلوقتي بسبب الجفاف. مجاعة شديدة جدا في اليمن وصلت لمعدل، وأنا آسف على الخبر ده، طفل بيموت كل 10 دقائق من الجوع في اليمن. توصفه وكالات الأنباء بأنه كوصف الكتاب المقدس، أو يسموه biblical proportions من الفامن من طيب أنا آسف، مش عارف إيه اللي حصل للفيسبوك، ليه وقف؟ معلش، التكنولوجي النهاردة كانت ضدي كالعادة، مش معايا. طيب حاول أوقف وأرجع أعمل دارك بودكاست مرة تانية. معاناة النهاردة كان الدارك بودكاست على الاثنين، على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، فأعتذر مرة تانية. لكن أنا ليا تعليق في هذا الخبر، أنا آسف، وحقيقي نصلي لهؤلاء اللي في اليمن، واللي يقدر يساعد يساعد، ده زي ما وصانا ربنا. لكن مش اليمن دول مسلمين برضو؟ صح؟ أمال فين الدول الإسلامية ما بتساعدش ليه؟ غريبة. مسيحيين الغرب بيروحوا في كل مكان في العالم بيساعدوا، حتى للغير مسيحيين، ولكن المسلمين حتى ما بيساعدوش بعضهم. غريبة دي، صح؟ الشيطان مش عايز أبنائه يتعبوا نفسهم في خدمة ناس تعبانة، يهمه إن أبنائه بس يكونوا مركزين في محاربة الحق. الزلازل اللي بصوا، من آخر مرة قلت لكم يوم الاثنين اللي قبل اللي فات إن كان 130 زلزال في اليوم، ومن بعدها الأسبوع اللي فات ده كان مصيبة. ده مش يوم وخلاص، ده استمر لمدة 8 أيام. يوم الثلاث اللي فات 58 زلزال في يوم واحد، منهم 5 و9، يعني أولموست 6، في جزيرة السيشنز وكتير 5 فما فوق. يوم الأربع اللي فات 60 زلزال في يوم، ده ورا بعض كده 4 أيام ورا بعض أهو، من يو إس جي إس، منها 5 و9 في تاجكستان أو تازاخستان وكتير 5 فما فوق. يوم الخميس 52 زلزال في يوم واحد. يوم الجمعة 50 زلزال في يوم واحد، منهم 6 في تازاخستان
وكتير 5 فما فوق. يوم السبت 43 زلزال، منهم 5.8 في بحر سكوتشا، و 5.8 في تازاخستان، وكتير 5 فما فوق. يوم الحد 41 زلزال، يوم الاثنين 55 زلزال. كل دول في اسبوع، دول مش ارقام كانت بتحصل في سنة ولا في 10 سنين، او يوم مثلا فلتة نادر تعدي الزلازل، بدل ما هي بتبقى 10-15 توصل 30-40-50-60. ده الاسبوع استمر على هذا الحال. يوم الاثنين 55 زلزال، ده منهم 6.2 اللي بينا نسمعه باستمرار، واخر 6 في الاسكا و6 في اليابان، وكتير 5 في فوق. ايه رأي حضراتكم؟ مش ده اللي قاله الكتاب المقدس هتسمعه عن زلازل عظيمة؟ قارنوا المعدل ده بعشر سنين فاتت بس، 2007، مش حاجة طويلة. قارنوا المعدل اللي احنا بنشوفه حاليا يوميا من حيث العدد والقوة بمعدل الزلازل من 10 سنين بس، مش هقول لكم من 1000 سنة، من 10 سنين بس، بنفس وسائل الرصد والتكنولوجيا والساتلايت ومقياس ريختر اللي في كل مكان. ده استمرار لتزايد تيارات الزلازل من يوم الاثنين اللي فات لغاية الاثنين ده، معدل غير طبيعي بالمرة، أنا ما شفتوش في أسبوع قبل كده، من كمية الزلازل كل يوم مستمرة ورا بعض. ما أعتقدش جيت لكم للسنة اللي فاتت ولا اللي قبلها ولا اللي قبلها، من ساعة ما ابتديت الخدمة دي أنا جبت لكم السبع أيام ورا بعض كلهم زلازل فوق الأرقام دي، كل فوق المعدل الطبيعي. استمرار تيار الزلازل في ألاسكا، كل دي زلازل حصلت في ألاسكا، 6.3 و6.2 و5.2 وهكذا. شيلي تتعرض ل 650 تابع للزلزال اللي ضربها ابو 6.9 افتر شوك، كل دول كان افتر شوك في يوم 25 ابريل. اكثر من 2000 شخص بلغوا عن زلزال متوسط في سانت مونيكا في كاليفورنيا. البراكين اللي زادت زي برضو ما لنا الكتاب المقدس على الدخان اللي هيزيد فعلا، اللي ليها معنى رمزي وايضا اتطبقت قدام عينينا. مخاوف من انفجار بركاني جبل سانت هيلين وجبل رينير، ادي المنظر والخبر قدام حضراتكم. انفجار قوي لبركان فيجو في غواتيمالا وهو الاقوى من 2012، بصوا منظر انفجاره كان شكله بشع. وخريطة البراكين النشطة في يوم واحد اللي هو يوم الأحد، ده مش خريطة براكين نشطة في أو نشطت في 10 سنين، ده في يوم. كنا نسمع عن 3-4 براكين في السنة مهمة، مصرينا نسمع عن كام بركان منفجر في نفس اليوم. أدي خريطة قدام حضراتكم، وده من فولكينو ديسكفري. كل دي براكين منفجرة ونشطة في نفس اليوم اللي هو 7-5 يوم الحد اللي فات. موت الكنات الجماعي اللي زاد جدا ومحدش يقدر ينكره، اللي كان ما يحصلش خالص او احيانا تحصل حادثة او اتنين او تلاتة في السنة، اكرر في السنة مش في اليوم، من لغاية 2006 و7 بنفس الساتلايت ووسائل الاعلام والكلام ده اللي كانوا بترصدها لنا. بصوا دلوقتي بنسمع عن كام حالة موت كائنات في الأسبوع مش في السنة. مش ده اللي قال لنا عنه سفر هوشع عن سمك البحر ينزع موت الكائنات، وسفر صفانيا إن ده هيحصل قبل عقاب الإنسان بسبب الإنسان اللي أخرب الأرض زي ما قال رؤيا 12، وسيخرب الذين يخربون الأرض. فيوم 22 أبريل موت الآلاف من الأسماك في خليج في الدومينيكا، هذا المنظر والخبر قدام حضراتكم. يوم 23 ابريل موت الالاف من الاسماك في بحيره في جورجيا في امريكا، ده من فوكس 5، كل ده سمك ميت. نفس اليوم موت 1200 طن، اكرر الرقم مره ثانيه للي ما خدش باله، 1200 طن من الاسماك ماتوا مره واحده في 4 مناطق في بنجلاديش. ايه راي حضراتكم؟ لو ده ما كانش ينطبق عليه وصف سمك البحر ينزع، امال ينطبق عليه ايه؟ اللي قاله هوشع اصحاح 4. يوم 24 ابريل موت الالاف من الاسماك في محميه في ايطاليا.
نفس اليوم موت الالاف من الاسماك في بحيره في المكسيك، وادي المنظر. يوم 25 ابريل موت مئات من الفقمه اللي هو زي اسد البحر والطيور البحريه في كاليفورنيا في امريكا. يوم 26 ابريل موت الالاف من الاسماك في شاطئ في فلوريدا في امريكا، وده من اي بي سي نيوز. نفس اليوم موت 41 من الحيتان الاحدب في معدل موت غير مسبوق للحيتان في شواطئ غرب امريكا. حتى الحيتان بتموت جماعه هذه الايام. يوم 27 ابريل قتل 50,000 من الدجاج بسبب انفلونزا الطيور في السويد اللي اصبحت في كل مكان دلوقتي للاسف. يوم 28 ابريل موت عشرات من الطيور البريه في المكسيك. كالعاده وقعت من السماء ميته. كان يعتبر حاجة رهيبة من 3-4 سنين فات، ودلوقتي بقت خلاص معتادة بنسمعها مرة كل شهر. يوم 29 أبريل موت أطنان من الأسماك في شاطئ في الكويت. رقم أطنان ده اللي ما كناش نسمع عنه خالص زمان، بعد كده كنا نسمعه كل فترة متباعدة، دلوقتي شبه نسمعه مرة كل أسبوع. ده من الكويت تايمز. في نفس اليوم موت كم ضخم من الغزلان سواء حديث الولادة أو الأمهات في ويومينغ في أمريكا. صاعقة تقتل 32 من الأبقار في ميسوري وتتركهم متجمعين فوق بعض، وده من يو اس توداي. تقريبا 10,000 من الأبقار تموت في إعصار في أعاصير بتاعة كولورادو. مئات من أسماك القرش تموت في شواطئ سان فرانسيسكو وتترمي ميتة. الأوبئة اللي زادت، وزي ما قال لنا إنجيل لوقا 21 هنسمع عن أوبئة في أماكن. البكتيريا السوبر دلوقتي بقت تحصد ناس أكتر من ما نسمعه عن الأوبئة زمان اللي كانوا يعتبروها حاجة ما حصلتش في تاريخ البشرية. فطريات سوبر مقاومة للأدوية مميتة تظهر في مستشفيات أمريكا. ودلوقتي اللي بيموتوا في المستشفيات في الغرب من السوبر باجز أكتر من اللي بيجوا المستشفيات بأمراض تانية ويموتوا منه. يعني يدخل بمرض للمستشفى يخف منه ويموت من السوبر باجز. فيروس ينتشر بالبق ينتقل للإنسان في دقائق، وده من فوكس نيوز. الحصبة تنتشر في 44 شخص في مينيسوتا، وكالعادة ما رضوش يقولوا لنا نسبة التطعيم فيهم كانت قد إيه. ما علينا. منظمة الصحة الأمريكية تصدر تقرير عن استمرار تزايد معدل السرطانات، ده من بيزنس انسايدر ساينس، وده التقرير بتاع سي دي سي، ودي الخرائط كمان اللي نشرتها السي دي سي. وصل المعدل ان واحد من كل 4 من الأمريكان بيموتوا بالسرطان، والموضوع ده زيادة جدا في مناطق عن مناطق تانية. مش غريبة دي برضو؟ وفي الآخر يلموا العيب على ربنا، وهو الإنسان هو اللي لوث المناطق دي بإيده. أخبار الحروب. أخبار عن أن روسيا تزرع في عمق المحيط قنابل نووية، الآدي الإنسان اللي بيخرب الأرض، بالقرب من أمريكا. القنابل النووية اللي تزرعها في قلب المحيط بالغواصات بتاعتها قادرة لما تفجرها أن هي تسبب تسونامي. يعني الإنسان مش لاقي حاجة يخرب بيها الدنيا فبيعمل تسونامي صناعي. ده من ميل أونلاين. إيه رأيكم؟ الطائرات الحربية الأمريكية تعترض قاذفات القنابل الروسية اللي بتطير قريبة جدا من ألاسكا. ده من فوكس نيوز. تحذير من التقدم الشديد للتواجد العسكري لروسيا في الأرتيك. التحذير ده طلعه أمريكا، ويخلي روسيا قريبة جدا من أمريكا. اليابان ترسل سفن حربية لحماية الأسطول الأمريكي اللي بيستعد للمواجهة مع كوريا الشمالية، وده من راشن تايمز. يعني العالم كله بيهدد بعض. أيضا الأسطول الأمريكي يتحد مع أسطول كوريا الجنوبية استعداد لمواجهة كيم جون أون بتاع كوريا الشمالية.
كوريا الشمالية اللي بيعتبروها بتلعب بالنار، اللي ممكن تولع العالم بالكامل نووي في أي لحظة، تصوت على إنها تطور الأسلحة النووية بتاعتها بأكثر سرعة. يعني مش بس الموضوع المشتعل، لا دي كمان مش بس هتطور شوية، لا ده هتطوره بسرعة. ماكسيمم سبيد. كوريا الشمالية تحذر من الاختبار النووي القادم، هتعمله في أي وقت، ده من ياهو نيوز. يعني ده فعلا استفزاز للعالم، اللي حتى لو في أمل إنه يوصلوا لسلام، ده مش عايز أي سلام، ده عايز العالم يولع. الصين يبدو أنها تعد مواطنيها لأي طوارئ من ضربة نووية، وده من ذا كوريان تايمز. ونظام ساد الصاروخ الدفاعي اللي أرسلته أمريكا لكوريا الجنوبية أصبح مستعد لأي وقت لاحتمال اندلاع الصراع ما بين أمريكا مع كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية من الجانب الآخر، ده من ياهو نيوز. الصين تطالب أمريكا بأن تتوقف مباشرة عن إصرار بقية نظام ثاب الصاروخ الكوريا الجنوبية، ده من راشن تايمز، وده برضو فيه تهديد لاحتداد الموقف ما بين أمريكا والصين. القوات الجوية الأمريكية تقوم بثاني اختبار للصواريخ عابرة القارات بسبب احتداد الموقف مع كوريا الشمالية. أيضا كوريا الشمالية توعد بالكارثة الأخيرة لأمريكا بسبب إرسال ترامب قاذفات قنابل نووية أسرع من الصوت قرب الخليج الكوري، وده من جريدة ذا صن الإنجليزية. صور ساتلايت توضح أن فعلا كوريا الشمالية مش بتهدد وبس، كوريا الشمالية مستعدة لاختبار صواريخ من غواصاتها اللي ليها القدرة على ضرب أمريكا بصواريخ نووية، وده برضو من جريدة ذا صن. كوريا الشمالية تفكر أنها تضرب كوريا الجنوبية بالنووي عشان تجبر أمريكا أنها تتخلى عنها وتبعد، ده من فوكس نيوز. الراجل ده مش عارف بيفكر إزاي، عايز يضرب كوريا الجنوبية بالنووي عشان يخلي أمريكا ما تحاربهوش، مش عارف. anyway لو حد figured it out يعني يقول لي إزاي. أمريكا ترسل لليابان طائرات بدون طيار تطير على ارتفاعات عالية جدا لمراقبة كوريا الشمالية، وده من راشن تايمز. فدلوقتي الحرب ممكن يحاربوا خلاص بأسلحة بشر أصلا. أيضا كوريا الشمالية تتعهد بأن تضع القواعد الأمريكية في اليابان تحت سحابة نووية وتهدد بهيروشيما أخرى. يعني هتضرب النووي في كل مكان، هتضرب أمريكا وهتضرب اليابان وهتضرب كوريا الجنوبية وهتضرب كل. كوريا الشمالية تتهم أمريكا وكوريا الجنوبية بمحاولة اغتيال كيم جون آن، مش عارف جابها من فين، ولو كانت فعلا محاولة اغتيال وفشلت مش عارف أقول إيه. الصين تطالب مواطنيها المقيمين في كوريا الشمالية إنه يسيبوا كوريا الشمالية ويرجعوا الصين بسبب المخاوف من الحرب، وده برضه من ذا كوريا تايم. كوريا الشمالية تبدأ كمان تهدد الصين، فمش بس كانت بتهدد اليابان وكوريا الجنوبية وأمريكا، دلوقتي كمان بدأت تهدد الصين معاهم بالمرة لما الصين طلبت من مواطنيها يرجعوا من كوريا الشمالية. سيناتور روسي يهاجم خطط أمريكا في تطبيق عقوبات على كوريا الشمالية في مناطق خارجية، ويسمي ان بتعمله امريكا ده كما لو كان اعلان حرب، ده من راشن تايمز. كل ده العالم اللي اصبح مشتعل بالفعل. تفتح وكالات الانباء ما تلاقيش غير اخبار حروب، تهديد بحروب، ما فيش غيرها. حادث غريب، وهو سفينه تسمى سفينه الاشباح، هي عباره عن سفينه من كوريا الشماليه كل اللي عليها ميتين، السفينه كانت ماشيه لوحدها، والسفينة دي ترسى على شواطئ اليابان، وده من جريدة ذا صن، والناس مش فاهمين ازاي. الأمن الأمريكي يصدر تحذير للمواطنين من السفر لأوروبا بسبب تزايد العمليات الإرهابية
أقدر أقولها الإسلامية في كل أوروبا، وده من راشن تايمز. إيران حاولت تجربة إطلاق صاروخ من غواصة ولكن التجربة بتاعتها فشلت. على فكرة إيران ماشية بالظبط في نفس طريق كوريا الشمالية. ده من فوكس نيوز. البنتاغون يلاحظ تحالف وظهور علاقات عسكرية بين إيران وكوريا الشمالية. إيه رأيكم؟ ده من فوكس نيوز. روسيا، بصوا على الثلاث أسماء دول، وتركيا اللي كان نو واي من سنتين فاتوا يبقى يذكر اسمها هنا، وإيران، يمضيان الثلاثة دول اتفاق لإنشاء ما يسمى مناطق سورية آمنة، طبعا معاهم الصين، من ياهو نيوز. على فكرة أحبائي السريان، الله يعلم بأصلي وأتمنى أنه المشكلة السورية تنتهي على خير، وسوريا الحبيبة ترجع الأمان تاني، ويرجعوا السوريين وخاصة المسيحيين لأرضهم وبيوتهم بسلام وأمان وبوسبر يا رب. ولكن أنا لما بنظر للقضية السورية، ليس للقضية السورية في حد ذاتها، لكن القضية السورية اللي بتخلي روسيا وتركيا وإيران على باب إسرائيل الشمالي، وده يشير لحزقيال 38 اللي بعده هيكون ظهور ابن الهلاك. ده اللي انا بشير اليه كل مره. في مناطق ما يسمى بسوريا، المناطق سوريا الامنه، قرروا الثلاثه دول انه ممنوع الطيران الامريكي فيها، ممنوع طيران امريكا ومعاونيه. طبعا امريكا ترفض ما يسمى مناطق سوريا امنه ممنوع فيها الطيران الامريكي، ده من فوكس نيوز. مشعل يقول لا نقاش مع المحتلين، اللي في نفس الوقت رئيس فلسطين مع ترامب بيقول احنا جايين للسلام. الناس دول يقولوا كلام مضاد في نفس الوقت، يروح للغرب يقول احنا عايزين سلام، يرجع للشرق لا لا سلام الا بإبادة اليهود والنصارى. مش حاجة غريبة الناس دول؟ ناس كذابين فعلا. المعريض ممدوحة والتقية اللي فكر أساسي وإظهار عكس ما تبطن، دي أساس العقيدة بالظبط. دبل فيس، مش دبل ستاندرد وبس. حماس تدعو لإبادة إسرائيل بينما يقابل عباس الرئيس ترامب يقول له عايزين سلام مع إسرائيل. إسرائيل قامت بضربتين لمواقع لحزب الله في سوريا، والموضوع ده يشعل خلافات. كل إسرائيل ما تشوف موقع بتاع حزب الله الموالي لإيران بيسرق أو بياخد أسلحة من سوريا، أسلحة إيرانية من سوريا، يروحوا ضربين على طول. الناس دول شايفين الخطورة الشديدة اللي هم عايشين فيها، والناس دول ما بيتهاونوش في حماية مواطنيهم. داعش تريد أن الهجمات بالسيارات، الهجمات الإرهابية الإسلامية، تكون أكثر قتلاً وتدميراً. إيه رأيكم؟ آدي دين المحبة والسلام، الدين الإسلامي يا جماعة. برضو حادثة عربية تقتلوا فيها 10 بس، ولا تفجروا كنيسة تموتوا أبرياء 20-30 بس، لا، عايزين الدم يبقى أكتر. آدي اللي بينادي بيه الإسلام المتمثل في سورة داعش، اللي فعلاً بيمثل صورة أو وجه الإسلام الحقيقي. القبض على رجل مسلم في أوهايو كان يحاول الانضمام لداعش، آدي أمريكا اللي فتحت الباب للخلع دي. دخلوا أمريكا وعايزين ينضموا لداعش عشان يفجروا أمريكا وأوروبا طبعا. مسلم آخر في نيوجيرسي يقبض عليه لأنه ينضم لداعش، وعلى طول طبعا من ثمارهم تعرفونهم. أول ما ينضم للإسلام يعمل إيه؟ يبتدي يجهز متفجرات عشان يفجر بيها الأبرياء. فده كان بيجهز متفجر عشان يحطه في نيويورك ويفجر الناس، وده من واشن تايمز. إيه رأيكم؟ مش فعلا من ثمارهم تعرفونهم؟ أول ما الواحد يبقى مسلم على طول الثمار المحبة للدم والعشق للقتل يبان على طول على سمات وجوهه، زي الصورة الحلوة
للمسمسم الأمور ده اللي آدي السماحة اللي باينة على وشه وآدي الزبيبة اللي بتلمع في قرطه. هو عايز يموت الناس، مش عارف أقول إيه. القضاء على قائد داعش في أفغانستان من قوات خاصة أمريكية ومعها قوات عراقية هاجمت معقله. على فكرة ترامب ما بيهرجش، ترامب شغال حتى من الإعلان زي سي إن إن وغيره بيهاجمه باستمرار، رغم إن هو الراجل قال هقضي على الراديكال إسلام، معرفش كان يقدر ولا لأ، لكن هو فعلا شغال بجد، شغال بدون تهاون وما بيوقفش. يونسكو في الأمم المتحدة تصوت 22 إلى 10 بعدم قبول سيادة إسرائيل على أورشليم، معناها أن أورشليم ليست يهودية. أورشليم مدينة الملك العظيم اللي وعد بيها إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولنسله إلى الأبد، اليونسكو بيقول قرار تاني، بيقول لا 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 لا، دي أورشليم مش يهودية أصلا. مش عارف أقول إيه العالم ده، على اجتمع على الرب وعلى مسيحه. ده التصويت ده معناه إيه؟ اللي ما فهموش، معناه انه اسرائيل محتله اورشليم اللي مش تبعها، دي اورشليم اصلا مدينه فلسطينيه. ايه رايكم؟ ده عمل اليونسكو ايه؟ وخلاص اسرائيل بتحتفل بالعيدها ال 69 او بالعيد ال 50 ل 67. اخبار عامه. بصوا الانسان بيعمل ايه؟ اكثر من 100 من خبراء الجينات يجتمعوا مع بعض علشان وضع خطة ازاي يصنعوا دي ان ايه بشري طبعا معدل، ده من سي ان بي سي. ايه رأيكم؟ ولما يزيد السرطانات والعيوب الجينية في الانسان يقول بصوا ربنا ويرمي اللوم على ربنا. مش عارف اقول ايه، الانسان يخرب ويرمي اللوم على ربنا. قريبا في الاسواق لحوم مش بتاعت لا أبقار ولا دجاج ولا غيره، ده لحوم تم تنميتها في المعمل، مش حيوانات حية أصلا. اللحم ده لحم معملي بالكامل، وتروح تاكله في المطعم مشوي أو تشتريه في البيت، ده ما كانش كائنات حية. العلماء نجحوا في عملية نقل رأس فار لفار تاني، ده من الاندبندنت. رجل يصرف 25,000 استرليني خير في أعمال خيرية؟ لا، بصوا الناس اللي بقت عايشة في ضلال ازاي. صرف 25,000 استرليني في عمليات تجميل عشان يتحول شكله إلى شكل الناس اللي هي الألف دي اللي في الأفلام زي فيلم مملكة الخواتم، ده من ميل أونلاين، الناس اللي بودان طويلة والكلام الغريب ده، ده شكله قدام حضراتكم. ستيفن هوكينز يقول يجب على البشر أن يبحثوا من الآن عن كوكب آخر ليستعمروه، لأنهم سيجبروا على ترك الأرض، لأن الأرض بتتدهور سريعا، سيجبروا على ترك الأرض في خلال 100 سنة فقط بسبب التغيرات اللي تحصل في الأرض ومناخه والفساد وغيره. ده من التليجراف. إيه رأيكم؟ ده مش إحنا كمسيحيين بنقول الكلام ده، ده ستيفن هوكينز الملحد هو اللي بيقول الكلام ده. رغم ان الحل مش ان احنا نستعمر كوكب تاني عشان نهرب من الارض اللي بتبوظ، الحل ان احنا نرجع ونتوب ونبطل افساد للارض. على فكره كلام ستيفن هوكينز ده مش لوحده، بل العديد من العلماء البارزين الغير متدينين، دول مش مسيحيين، مش بيقولوا الكلام ده بناء على خلفيه مسيحيه، يحذروا من كوارث أرضية تقترب وبشدة. هذا الخبر قدام حضراتكم. علماء دول كلهم شايفين أن الأرض متجهة لما يسمى بالأبوكاليبس. انفجار صوتي قوي يهز فلوريدا في وقت هبوط المركبة الفضائية الأمريكية اللي راجعة من رحلة سرية استمرت سنتين. العلماء الآن يدعوا أن الإيمان بعقائد سببه إيه؟ سببه إصابات وكدمات في المخ. راشن تايمز، إيه رأيكم؟ آدي العلماء الرائعين، يعني حضرتك مسيحي؟ آه معلش غلبان، عارف أنت ليه مسيحي؟ أصلك اتخبطت في مخك. لما اتخبطت في مخك وأنت صغير آمنت بربنا. وطبعًا أنا آسف في التعبير، لكن رؤساء الكنيسة
والناس البارزين دول طبعا اتخبطوا خبطة كبيرة، الحجر كان كبير شوية اللي اترزع في دماغهم، عشان كده بقوا قادة مسيحيين. ايه رأيك؟ ادي العلم ولا بلاش. الفيسبوك يعين 3000 شخص وظيفتهم متابعة البث المباشر للفيديوهات لمنع ما يسمى بالعنف او حتى المايكرو عنف. طبعا بس ايه معنى العنف؟ ده حسب تقييم الكابتن بتاع الفيسبوك اللي يوافق مع كلامه، تأييده للشواذ، تأييده للتطور، تأييده للليبرالز، يبقى طبعا كلامه حرية. اللي يخالف هذا الكلام حتى لو بيتكلم بمحبة يعتبروه عنف، ويبقى كلامه يتمنع تحت تايتل عنف. كالعادة يحطوا ألقاب براقة لحاجات كده. الصين تتحكم أكثر في الأخبار على الإنترنت، وطبعا عارفين إن الصين تحارب المسيحية بشدة، فوكس نيوز، فوكس فايف. تزايد تحذير في عدد الأطفال اللي بتذهب إلى المستشفيات بسبب أفكار انتحارية أو محاولات انتحار، ده من السي إن إن. التزايد أو ما يسمى بالألارمينج رايز أو التزايد التحذيري. حد ممكن يقول لي ليه الأطفال بتحاول تنتحر؟ وليه ازداد جدا معدل الانتحار في الأطفال؟ عشان بعدوهم عن ربنا؟ وعلشان لوثوا عقلهم بالأفكار الشاذة، ولوثوا جسدهم بالكيميكالز والتطعيمات والمصايب دي كلها. إيه رأيكم؟ الأطفال، وده من سي إن إن، الأطفال بتحاول تنتحر. الوالدين أب وأم بينشروا فيديو على اليوتيوب بيلعبوا مع عيالهم، بيمزحوا معاهم، فالمحكمة تأمر مباشرة إن هي تاخد اتنين، هم عندهم 5 أطفال، المحكمة أمرت بإن تاخد 2 من أطفالهم ووضعوهم تحت الحماية. ليه؟ عشان بيلعبوا مع الأطفال. أول زيارة خارجية لترامب هتكون لإسرائيل في العيد 50 لحرب 6 أيام، لكن على فكرة رفض الإدارة الأمريكية أن يكون في وقت العيد، عملته قبله. قناة تذيع خبر اكتشاف لوحة قد تؤكد قصة برج بابل، لوحة أثرية قديمة قوي قد تؤكد أن قصة برج بابل ده قصة حقيقية وليس كما بيدعوا الملحدين أن ده أسطورة في الكتاب المقدس. أيضا علماء الآثار يكتشفوا صورة قديمة جدا للسيدة العذراء في قرية سورية، زي ما بيقول في انطاكيا، حيث رسم رب المجد بينكم، وقيمت هناك في واحدة من أقدم الكنائس. هذه الصورة اللي قدام حضراتكم اهي، أنا آسف إذا كانت مش واضحة، هي فعلا صورة قديمة قوي عشان كده مش واضحة المعالم. أيضا أدلة حديثة تؤكد أن كفن تورينو مش زي ما بيدعوا، هو فعلا يعود للقرن الأول الميلادي، يعني معناه كفن الرب يسوع المسيح، عن طريق بحث لخبير عملات عن بقايا. أنتوا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده أكتر من مرة لو تفتكروا، الأدلة كفن تورينو اللي هو من القرن الأول الميلادي ده كفن الرب يسوع المسيح. ده كمان بحث جديد بالإضافة لحبوب اللقاح وأنواع التراب وأنواع الأقمشة وي 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 وي, وي. والكلام ده كله، ده أيضا لقي بقايا على صور عملات على الكفن، لما حللها كويس وضح إنها رومانية من القرن الأول الميلادي، بل بأكثر تحديد العملة دي لتباريوس قيصر تحديدا. إيه رأيكم؟ ما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لكم، وكفن تورينو من القرن الـ13 زوروه بتكنولوجيا ظهرت في القرن الـ21. ايه رأيكم؟ وتمكنوا من ان صورة العملة اللي موضوحة اللي باينة على كفن تورينو فعلا بتاع تيبريوس قيصر. اخبار اقتصادية، دولة بورتوريكو تشهر افلاسها،
وده من نيويورك تايمز. فدولة وراء أخرى بتشرف إفلاسها وتنهار زي فنزويلا ودلوقتي بورتوريكو والبقية تأتي. وبسبب ده هتغلق 179 مدرسة وتغير أماكن 27 ألف طالب بسبب إشهار الإفلاس التاريخي بتاعها. وده من راشن تايمز. ترامب يدرس خطوة لكسر البنوك العملاقة عشان يقلل من أثار الكساد، لأنه الأغنياء بيزدادوا غناء وما يهمهمش العالم يخرب والكساد يضرب الناس متوسطي والفقراء. مبيعات السيارات في أمريكا تنخفض بشدة بسبب تزايد ديون الأفراد وفقاعة الديون اللي كبرت جدا اللي ضاعفها كابتن أوباما من 10 تريليون ل 20 تريليون. الفقاعة دي بدأت في الانهيار للأسف بيجني ثمارها الإدارة الأمريكية الحالية. أحد مشاهير عالم الاقتصاد في أمريكا يحذر من كارثة اقتصادية على نهاية 2017. تاني أنا لا أقبل تحديده لمواعيد، ولكن ناس كتير شايفين الكوارث الاقتصادية اللي بتحل في العالم وتدهور العالم السريع. اضطهاد المسيحيين اللي زاد جدا، ولكن في البداية خبر كويس. ترامب كان في بداية الأسبوع اللي فات استعد أن يمضي قرار الله القومي، وده من CBN، وبالفعل الراجل صدق في وعده اللي قاله. القرار ده كان مهم لأنه يعطي المسيحيين حرية، بعض الحرية، في مواجهة اضطهاد الشواذ والملحدين المتزايد اللي بقوا يتصيدوا المواقف دي عشان بس يختلقوا حرب مع أصحاب المحلات المسيحيين والقادة المسيحيين وحتى المسيحيين العاديين البسطاء. وبالفعل مضى القرار يوم الخميس اللي فات، واتنشر الكلام ده يوم الجمعة. كان خبر جميل جدا، ربنا يباركه تاني على الراجل ده، في مكان مهم ومطلوب مننا احنا نصلي للرؤساء، وخاصة الرؤساء اللي زي دولة اللي بالفعل بيسعى، يعني رغم ان في حاجات غلط بيعملها ولكن الراجل ده فعلا بيحاول يسند المسيحية. ولكن للأسف على طول تبدأ الوجه الحقيقي للشواذ، مظاهرات للشواذ في كل مكان، اعتراض على قرار ترامب بحرية تبيان. مش حاجة غريبة، وده من CNN. LGBT يا حرام، عايزين حرية. لا بس المسيحيين ما ياخدوش حرية. الله، ليه الكلب مكيالين؟ هو الحرية للشواذ تبقى حلوة لكن للمسيحيين تبقى وحشة وشر، ونتظاهر ونحرق ونخرب ونكسر وندمر. ايه رأيكم؟ غلابة ومساكين يا حرام مضطهدين. دول تركوا نفسهم للشيطان للأسف. ومجموعة من الشواذ تهدد بأنهم حيقاضوا ترامب ويخلوا حياته ليل نهار عبارة عن قضايا بسبب قرار حرية الأديان. ايه رأيكم؟ حرية، ها؟ يا حرام الشواذ بتعطي الحرية. ألقاب كذب دايما يدعوها لنفسهم. خبر سيء للأسف، انتشار تطبيق الشريعة الإسلامية بطريقة غير رسمية في مناطق كتيرة في العالم، والعالم يتجاهل هجمات المسلمين الإرهابيين على المسيحيين في أغلب العالم. ليه؟ ليه العين مفتوحة قوي؟ يا حرام لو واحد اتأذى من هنا ولا من هذا، وما نتمناش أي حد يتأذي، لكن عند المسيحيين who cares؟ عشان تعرف ان العالم وضع في الشريك بالفعل زي ما قال الكتاب. اضطهاد المسيحيين في ايران زاد جدا، ولكن كالعادة دايما كل ما يزداد الاضطهاد يحصل بسببه انفجار في عدد العابرين وتزايد عدد المسيحيين ونمو الكنائس حتى اللي في الخفاء في ايران. ايه رأيكم؟ المسيحية بتزيد في ايران بشكل غير مسبوق. داعش تحذر مسلمين مصر من أن يبتعدوا عن أماكن تجمعات المسيحيين علشان الهجمات الإرهابية قادمة، يعني هيفجروا كتير في المسيحيين مصر، ربنا يحافظ على الكل يا رب. فبيقولوا المسلمين ابعدوا عن المسيحيين. ايه رأيكم؟ ادي المحبة في الإسلام. عصابة من شباب أصابوا حارس كنيسة في استراليا منعهم من الهجوم على الشعب داخل الكنيسة، أصبحوا بيهاجموا المسيحية في كل مكان.
أنا مش لاقي المسيحيين بيروحوا يهاجموا معابد البوذيين ولا جوامع المسلمين ولا أماكن تجمعات الملحدين ولا أماكن الشواذ ولا الكلام ده كله، لكن كل دول بيهاجموا المسيحيين. اجتمع فعلا العالم على الرب وعلى المسيح. الصين تقبض على 30 شخص مسيحي، ليه؟ الكارثة اللي عملوها، كانوا بيصلوا وتحطهم في السجن ليلة، منهم عائلة أمريكية معاهم أطفال، حبسوهم حتى بالأطفال الصغيرين. مش الأطفال بيصلوا؟ يلا زي ما الإسلام بيقولهم لأبائهم. فتاة 16 سنة في نيجيريا ابنة قس، أجبروها بمحكمة الشريعة الإسلامية في نيجيريا، هذه المحبة والرحمة في الإسلام، دين الاختصار، أن تتجوز إسلامي إرهابي، وأسلموها غصبا عنها، وباباها ومامتها ما قدروش يعملوا حاجة ضد كل هذا الأمر، وبيبكوا بدل الدموع دم عليها. هذا الإسلام، وهذه المحبة والرحمة في الإسلام. مقاطعة مدارس في تينيسي، يتم منع نادي الكتاب المقدس بعد شكوى مجموعة إلحادية. ليه يا ترى؟ إيه اللي مضايق المجموعة الإلحادية اللي ليهم نواديهم واللي ليهم التعليم بقى في كل مكان، إن الطلبة اللي يحب منهم يروح يحضر حصة أو المكان اللي بيتجمعوا فيه كجروب لدراسة الكتاب المقدس؟ ليه الملحدين ما بيستحملوش الكتاب المقدس؟ ليه؟ فرانكلين جراهام يقول إن مسيحيين أمريكا أصبحوا مضطهدين من أجندة الشواذ. عارفين الاضطهاد الإسلامي في مصر؟ والاضطهاد الشيوعي في 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 الصين والكلام ده برضه ضد المسيحيين، الوجه بتاعه هو اضطهاد الشواذ والملحدين في أمريكا ضد المسيحيين. جامعة هارفارد، هذه الجامعات ولا بلاش، تريد أن تزيل أي أثار لجذورها المسيحية في تقاليد الجامعة. الجامعة اللي اتبنت على أسس مسيحية دلوقتي عايزة تشيل أي أثار للمسيحية من الجامعة. الانحدار الأخلاقي اللي زاد جدا. قصة في البحرية الأمريكية يتم معاقبته وغالبا هيطرد. ليه يا ربي؟ عمل إيه؟ خاين لا سمح الله؟ لا، كل اللي حصل سألوه فأجاب عن رأي الكتاب المقدس عن الشواذ. إزاي وإزاي يقول رأي الكتاب المقدس عن الشواذ؟ مش عارف إن الموضوع ده حرام يأذي مشاعر الشواذ في الجيش؟ طب وماذا عنه هو اللي قعد حياته كلها بيخدم الجيش الأمريكي، وهو يقول يشعر إن أمريكا خانته بعد خدمته للجيش طول هذا الفترة؟ معبد الشيطان يفوز بحق وضع نصب تذكاري شيطاني بجوار مقبرة جنود في مينيسوتا. فين الملحدين ما اعترضوش ليه؟ ليه الرموز الشيطانية مفيش إشكالية، الرموز الإسلامية مفيش إشكالية، لكن الرمز المسيحي لا، لازم يتشال؟ مش غريبة برضو؟ تحذير من قناة ديزني لأن محتوى الأشياء اللي كان المفروض يجب أن يكون للكبار فقط بتقدمه قناة ديزني للأطفال زاد جدا. خلي بالك لو ابنك أو بنتك الصغيرين بيتفرجوا على قناة ديزني، خلي بالك من أمور الشذوذ والإباحية اللي زادت جدا في قناة ديزني. رجل مسن، آسف على الخبر المقزز، شاذ إنجليزي اتجوز راجل شاذ تاني أصغر منه ب 54 سنة. مش عارف أقول إيه. طالب يعاقب في جامعة فلوريدا، ليه؟ كل اللي عمله أن استخدم لقب مان اللي هو رجل في موضوع. إزاي يستخدم لقب مان؟ ده كده يأذي مشاعر الشواذ اللي مش حاسين أن هم رجالة ولا ستات. قاضي في كاليفورنيا يحكم بأن السجون يجب من الأموال العامة بتاعت دفع الضرائب أنها تقدم ملابس داخلية بط وأيضا حلي لو راجل متحول جنسي مسجون، راح طلب من إدارة السجن أنه لو سمحت عايز ملابس تخليه واحدة ست وحلي عشان يبان كواحدة ست في السجن. إيه رأيكم؟ إيه رأيكم في اللي بيحصل؟ إيه رأيكم في العالم اللي أصبحنا فعلا في زمان سدوم معمورة في أيام لوط؟ يا ربي أولياء الأمور يصارعون وبشدة لمنع انتشار إيديولوجية التحويل الجنسي في المدارس العامة اللي بقت بتغسل مخ الأطفال. محدش يقول يا حرام، دي أصبحت سياسة قذرة وأجندة شيطانية عايزين يضلوا بيها الأطفال عشان تبقى الأطفال ماشيين في موضة التحول الجنسي.
زي فعلا صدوم وعمور. نيفادا تطور قانون يسمح بزواج الشواذ حتى لو جه في يوم من الأيام المحكمة العليا رجعت غيرت قرارها. جامعة هارفارد الرائعة مرة تانية تنشر منشورات على أن الهوية الجنسية غير ثابتة، يعني ممكن النهاردة تبقى راجل بكرة عادي تبقى ست عادي، ده علم، هذا العلم الذي لا يكلم. والهوية مش فقط ذكر وأنثى، النهاردة راجل بكرة ست بكرة بايسيكشوال بعده ترانس جندر بعده جندر فلويد، عادي عادي، ده علمي. ايه رأيكم؟ ادي جامعة هارفارد، ادي جامعة هارفارد والجامعات اللي احنا كنا بنثق فيها. كاليفورنيا للأسف تضع اختيار جنس ثالث في الأوراق الرسمية، ايه رأيكم؟ ايضا هيتحط في الباسبور الكندي على ايد مستر ترودو علامة للمسافرين الشواذ، عشان يا حرام لا يقول له حضرتك وهو يكون شاذ فيتجرح. الشواذ غاضبين جدا في كندا، ليه؟ بصوا السبب، مدرسة كاثوليكية تم فيها ترتيب انه الشواذ هيعملوا مسرحية للأطفال قال فيها توعية بأنواع الشذوذ وأنواع الجندر للأطفال سن 5 سنين. المدرسة لما اكتشفت الكلام ده لغت. ازاي وازاي تلغي؟ الشواذ طلعوا مظاهرات وغاضبين جدا، ازاي مدرسة كاثوليكية تمنع معلم الأطفال 5 سنين يعني ايه الشواذ ويعني ايه الجندر فلويد والال جي بي تي والكلام ده كله؟ ايه رأيكم؟ ده من فوكس نيوز. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم؟ ادي اللي حصل. وليه الشيطان بتاع الشذوذ مصر على الطلبة بتوعت 5 سنين والأطفال الصغيرين؟ مدينة نيويورك طبع إجبار لكل المدارس العامة بيها إن لازم يكون بيها حمامات مشتركة، يدخل فيها شحط بس بيقول أنا بنت في جسم ولد ويدخل في وسط البنات أو العكس بالعكس ومحدش يقدر يعترض. إيه رأيكم؟ ده من النماذج. القبض على 900 شخص في حملة الشذوذ مع الأطفال على الإنترنت على دول مستوى دول كتيرة، وانقاذ للاسف 300 طفل بيستغلوهم في البيدوفيليا بين اوروبا وامريكا، ده من ياهو نيوز. ايه رايكم في الدول دي لما بعدت عن ربنا بقت الشذوذ وبقت بيدوفيليا زي رسول الاسلام بالظبط؟ بالظبط، كل اللي يبعد عن ربنا زي الاسلام ما بعد عن الاله الحقيقي دخل في الشذوذ مع الرجاله وحب الاطفال واشتهاء الطفلات الرضيعات، برضه نفس الموضوع. كله اللي يلحد واللي يبعد عن ربنا على طول يبتدي يقع في نفس الخطيه. ايه رايكم؟ ده اللي وصل له العالم، ده الفساد اللي بقي في العالم. كل اللي بطلبه ان احنا محتاجين نخلي بالنا، نعيش حياه يقظه روحيه، نعيش حياه الاستعداد زي ما قال انجيل لوقا 20. نجمع زيت في مصابيحنا عشان نكون نور اكتر للعالم اللي اصبح ظلام، نستعد اكتر لاستقبال العريس اللي هيجي بالليل. بالصلاة بالصوم بخدمة أبناء ربنا باليقظة الروحية على وصية ربنا وشهادة الرب يسوع المسيح بتنقية القلب واستعداد بلباس العرس. انتبهوا، ربنا قال لنا الكلام ده كله علشان خاطر نسلك باليقظة. البصوا الرب يسوع المسيح، احترز من الشهوات، خلي بالك الشيطان عارف ان ليه زمان يسير. ربنا قال لنا الكلام ده اولا علشان ما نخافش في زمن العالم هيكون خايف من بكره. حاجة تانية ربنا قال لنا الكلام ده علشان نؤمن في زمن بيشككونا في كل كلمة في الكتاب المقدس، ربنا ادانا نبوات واضحة هتحصل في الزمان الأخير وهي بتحصل قدام عينينا يؤكد هذا الكتاب كم هو دقيق. وأيضا عشان حياة الاستعداد زي ما قال متى ابتدأت هذه تكون فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم لأن نجاتكم تقترب. عريسنا قرب، استعدوا لاستقبال العريس واصنعوا ثمار تليق بالتوبة. أمين. تعالى أيها الرب.